العربية اف ام. ان تعرف اكثر. هذه الليلة من العربية اف ام. من العربية اف ام. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث. موجز لأهم الأنباء من العربية اف ام يقدمه لكم بطرس موسى. يقدمه حسن جولد. يقدمه ميم أقرأه علاء سرح. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء يقدمه أحمد حسين. أن تعرف أكثر. هذه الليلة من العربية اف ام. من العربية اف ام. مستمعي العربية فم الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. هذا حسن جوليد يحييكم في مستهل فقرات برامج أو هذه الفترة المسائية هذه الليلة من العربية فم، وهي آخر فتراتنا لهذا اليوم الجمعة 16 من نوفمبر. كالعادة نتمنى أن تنال فقراتنا الإخبارية والمنوعة رضاكم واستحسانكم بإذن الله، ونبدأ هذه الفترة مع موجز لآخر وأهم الأخبار والذي حان موعده الآن. موجز لأهم الأنباء من العربية اف ام. الخامس عصرا بتوقيت غرينتش، الثامنة مساء بتوقيت السعودية. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذا موجز لآخر وأهم الأخبار يقدمه لكم حسن جوليد. الأرجنتين تعتقل شقيقين من مواطنيها على صلة بميليشيا حزب الله اللبنانية، والشرطة تعثر بمنزلهما في العاصمة بوينس آيرس على أسلحة ومنشورات، منها منشورات مكتوبة باللغة العربية. جلسة مرتقبة لمجلس الأمن اليوم حول الأوضاع الإنسانية في اليمن، وبريطانيا تعد مشروع قرار جديد لحل الأزمة قد يطرح للتصويت قريبا. الاحتلال الإسرائيلي يهدد الفلسطينيين الذين سيشاركون في مسيرات العودة اليوم، وحماس تؤكد عدم السماح لإسرائيل بتكرار الاعتداء على القطاع. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطالب حركة حماس بتنفيذ أمين لاتفاق القاهرة الذي وقع في أكتوبر الماضي، ويقول إن الطريق سالك لتحقيق إزالة أسباب الانقسام والتوصل إلى المصالحة. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه سيرسل ما أسماه بقوات حفظ سلام إلى سوريا، وتحديدا إلى محافظتي إدلب وشمال غرب حلب، وذلك بناء على طلب من النظام السوري وفق تعبيره. انتشار قوات تركية خاصة من 12 وحدة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالية تحت اسم فرقة المهام السورية. البرلمان العراقي يعلن اعتزامه البحث في صحة تقارير عن استمرار تهريب النفط بالصهاريج من محافظة كركوك العراقية عبر إيران أو إلى إيران، وهو ما يعتبر انتهاكا للعقوبات الأمريكية. مساعد الرئيس الإيراني حسن روحاني لشؤون الاقتصادية مسعود نيلي يستقيل من منصبه بحسب ما أكدته وكالة إسنا الإيرانية للأنباء. كوريا الشمالية تعلن أنها سوف ترحل مواطنا أمريكيا كانت قد اعتقلته قبل شهر لدخوله البلاد بشكل غير قانوني. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، موقع ويكيليكس يذكر أن مؤسسه جوليان أسانج الذي قام بنشر وثائق سرية أمريكية عام 2010 تم توجيه الاتهام له رسميا في الولايات المتحدة. ومع هذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذا الموجز قدمناه لكم في مستهل هذه الفترة المسائية من العربية اف ام هذه الليلة من العربية اف ام. نتوقف الآن مستمعينا مع فاصل قصير، ونواصل من بعده باقي فقراتنا
فابقوا معنا. موجز لأهم الأنباء من العربية FM. هذه الليلة من العربية FM. من العربية FM. العربية FM الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة في قلب الحدث أينما تكونون. العربية FM معك في كل مكان. من هنا انطلقنا. فأصبحنا في كل مكان. مهما كانت الصعوبات قبلنا التحدي. سنين مضت كنا موجودين في كل المجالات وواكبنا تطورات العصر. أنظمة سقطت وأخرى ظهرت. كنا وما زلنا في قلب الأحداث. ما زال الوضع متوتر. تقدم ب 23,000 عربيا وعالميا. من أبرز ما جاء من عناوين تتجه أنظار العالم اليوم صوب الولايات المتحدة. قتل 7 أشخاص وأصيب 6. المتواصلة للحرب. مهمتنا أن تعرف أكثر.